نرجع للأخبار مرة أخرى بعد الخبر الأهم، وكان خطاب الرئيس السيسي. نتابع أخبار الطائرة الروسية من طراز إيرباص من شركة كولاج جومافيا التي سقطت بالأمس في منطقة الحسنة بسيناء. في لجنة فنية مصرية روسية ألمانية فرنسية أيضا بدأت بتفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، والطب الشرعي بالفعل انتهى من تحليل دي ان ايه ل 100 أكثر من 180 جثة تقريبا، وأعتقد في 50 جثة وصلت إلى المطار، ويتم هيكون يبتدوا بقى إيه ترحيلهم إلى روسيا. معي من الحسنة زميلنا عوض الغنام من الحسنة بالعريش. مساء الخير يا عوض. مساء الخير يا أستاذ غنيم. تفضل. يعني الجديد لدي اليوم ربما مختلف عن الأيام الماضية، هو وصول الفريق الموسع من الروس، والذي هو مكون في حقيقة الأمر من فريقين. فريق اللي هو سيشارك في عملية البحث عن الضحايا، والفريق الذي سيشارك في عملية التحقيق. تحديدا هذا الفريق أستاذ رميس وصل عند الحسنة، هذه القرية مجاورة لأقرب نقطة للمنطقة التي وقعت فيها الطائرة، عند الساعة 2:30. لأول مرة يتم اصطحاب أو طلب من الصحفيين، أو بمعنى صح سهل لنا عملية الوصول إلى المكان اللي فيه الطائرة أستاذ رميس. وبالفعل وصلت إلى هناك بعد حوالي ساعتين في طرق كانت صعبة للغاية. دعيني سريعا أشخص لحضرتك المكان وأقف. تفضل يا عوض. طيب واضح ان عوض الخط قطع، هنرجع له تاني بعد قليل. معي على الهاتف سيادة اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق. دكتور فرج مساء الخير يا فندم. تأخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك. يعني التحليلات طبعا يعني نتائج يجب ان تظهر بعد تحليل الصندوق الاسود، بس انا اعرف ان لديك وجهه نظر في كل هذه الشائعات التي خرجت حول استهداف الطائره، والبيان اللي خرج من ولايه سيناء بالامس. كمتخصص بقى ماذا تقول؟ طبعا احنا عايزين نقول حاجه ان اي فندم اتفضل. احنا عايزين نقول حاجة ان اللي قدمته امبارح هذا الفيديو اللي اتعرض طبعا نقول انه غير منطقي وغير حق بالناحية العلمية. اولا نقول ان اي صاروخ ينضرب على مثل هذه النوع من الطيارات هو من اللي اسمه سام سيرفيس تو اير ميسايل، اللي هو يبدأ من المدى البسيط ثم المتوسط ثم البعيد. النوع اللي ممكن يستخدمه كأي جماعة إرهابية هو سام 7 أو الاستريلا أو عين الصقر اللي بيصنع عندنا في مصر. أقصى مدى لهذا الصاروخ هو 10 كيلو، ما يطلع 6 كيلو، ما يطلعش أكثر من كده أبدا، لأنه الرأس بتطلع على الباعث الحراري اللي طالع من الطيارة. كده لو احنا بصينا على أي طيارات إسرائيلية بتضرب في غزة أو بتلاقي الطيارة وهي طالعة تضرب تدي يعني حواليها فليرز عشان لو في صواريخ طلع تنجذب الى مثل هذا الفريق. الطياره دي اول امبارح فقد الاتصال هي على مسافه او ارتفاع 32,000 قدم. ده معناها انه 10 كيلو. اذا السام 7 استحاله انه يوصل لهذا الارتفاع بتاع الطياره. الحاجه الثانيه ان عشان اي نوع ثاني بقى من الصواريخ متوسطه المدى توصل دي بقى بتحتاج معدات كبيره جدا، عربيات رادار، الصاروخ نفسه طوله حوالي مثلا 20 متر عشان على جرارات وعلى جريلات فيها بقى قياس الارتفاعات الجويه والضغط الجوي، يعني عمليه معقده جدا عشان نصل الى هذا الارتفاع. الحاجه الاخيره بقى ان جميع الجسامين اللي نزلت امبارح في الطياره كانت كلها حاطه الحزام على الكرسي، اذا معنى كده ان الطيار ادى انذار بان احنا يتم ربط الاحزمه. بعكس لو كان في الانفجار بيبقى على طول مره واحده ما حدش بقى بيلحق يحط حزام وخلاف. فعشان كده كل هذه التحليلات تم في استخدام لاي عناصر ارهابيه لاي اسلحه ضد هذه الطائره.
يعني اعتقد ده تحليل مهم جدا، لانه طبعا لما بتخرج الشائعات ناس كتيره بتبتدي تستغلها لترويج مزيد من الشائعات، بس كان لازم نسمع رايك العلمي اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشؤون المعنويه الاسبق. ورجع لنا عوض الغنام مره اخرى من الحسنه بالعريش. عوض اتفضل. أجدد لحضرتك التحية يا أستاذة لميس، وأعيد وأؤكد أن أهم متغير هنا في المشهد في هذه المنطقة هو وصول الفريق الروسي عند الساعة 2:30 ظهرا، وسمح لنا كصحفيين بعد يعني أوقات طويلة بعدم الاقتراب حتى من مكان الحادث، سمح لنا بالفعل للدخول إلى المكان، وبسرعة يعني التحقنا بهذا الوفد الروسي ويعني استمرينا معاه حتى وصوله، ولدينا صور ربما يتم بثها بعد قليل او اذاعتها بعد قليل لوصول هذا الوفد المكون من 110 فرد، وعلمنا بان مهمته ستستمر لمده 15 يوما، وهو مقسم من فريقين في حقيقه الامر. الاول سيكون يعني خاص بعمليه التحقيق بالنسبه للطائره، وسيشارك الفريق المصري في هذه المساله من الناحيه الجنائيه والفنيه، وهو هذا الفريق على افضل ما يكون او اعلى ما يكون خاص بحوادث يعني الحوادث الجويه. الفريق الاخر هو يعني سيقوم بعمليه البحث عن عما تم تبقى من المفقودين. عند اخر نقطه ضوء كنت موجود، اكد لي سكرتير عام المحافظه بان عدد الذين تم يعني العدد النهائي بالنسبه لعدد بسط الضحايا هو 175 حسب يعني والعهد علي. عند وصولي يا استاذ لميس لاحظت عدد من الطائرات كانت ما زالت تبحث في هذا الامر، ولكن ملاحظتي ان الاتساع اصبح اعمق واوسع بعكس ما كان يقال بانه 8 كيلو، يعني كانت على مدى اوسع من ذلك. اخيرا كان هناك عند بدا تحديدا من الظهر كانت ملاحظاتي يعني المرئيه على طول هذه الساعات حجم من الدعم اللوجستي من القوات المسلحه هائل للغايه، كان هناك يعني فرق طبيه يتم الاعداد والتجهيز لها في هذا المكان، وتم تجهيز عدد من الخيم مدعمه باماكن من التكييف والمياه وما الى ذلك، وهذا يدل على ان هذا مهمه هذه الفريق يبدو انها ستاخذ وقتا طويلا، والمصادر اكدت لي ليس اقل من 15 يوم. نعم بشكرك شكرا جزيلا عوض الغنام. اذا طائرتان روسيتان غادرتا بالفعل المطار وعلى متنهما 179 جثمان من جثامين ضحايا الطائره الروسيه كوجالي مافيا. في الكويت النهارده كان في يعني دايما احنا بنتابع اخبار المصريين في الكويت، ما حدث المصريين في الخارج سواء اللي حدث مع العامل المصري في الاردن او في الدول العربيه الاخرى، والحقيقه ان بيحصل احداث كتيره جدا، بس احنا عايزين نضع الاحداث في حجمها الطبيعي. الكويت النهارده كان في ازمه وخناقه اظن ما بين عدد من المصريين وعدد من الكويتيين، وفي انباء عن محاولات دهس لعدد من المصريين. خلونا نفهم من سيادة سفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية ماذا حدث، ايه القصة بالظبط وتدخل الخارجية. اتفضل يا سيادة سفير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، لو تشرح لنا بس بالظبط هي ايه القصة. القصة يعني هي بدأت باتصال هاتفي وصل للقنصلية في الكويت مساء امس 31/10 يعني حوالي الساعة 12 مساء، عن قيام مشاجرة بمنطقة حولي بين مصريين وكويتيين. حوالي بالضبط. تم تبين ان المشاجرة دي كانت بدأت في احدى نوادي العاب الفيديو في احدى المجمعات التجارية، وتتورط يعني الى قيام احد الكويتيين بدهس عدد من المصريين، واصيب منهم كويتيين وتم نقلهم الى مستشفى مبارك الكبير. طبعا للاسف ترتب على حادث الدهس وفاه المواطن احمد عاطف فرغلي، وتم نقل اثنان من المواطنين المصريين اصبحوا ما زالوا محتجزين رهن العلاج بمستشفى مبارك، وهما المواطن خلف محمد بكر وهو مصاب بنزيف داخلي متواجد حاليا بالعناية المركزة، والمواطن محمد إبراهيم عبد النبي مصاب في الرأس والوجه وحالته مستقرة، ومعه أحد المصابين الكويتيين نتيجة عملية الدهس. مازال الجاني
في حالة ضروب حتى الآن، يعني لم يتم القبض عليه. قامت السلطات الكويتية الحقيقة فور الحادث باحتجاز عدد 3 كويتيين واستجواب الكثير من المصريين، بلغت عددهم حوالي 14 مصري، تحقيقات جارية معهم مما قد شارك في المشاجرة. الحقيقة القنصلية بتحاول جاهدة في يعني وقف عملية الترحيل، لأن هم يعتبروا بمثابة شهود في هذه القضية. النقطة الأخرى برضو اللي أحب أوضحها لحضرتك، أن القنصلية الحقيقة والسفارة بذلوا كل الجهد للإصرار على توصيف القضية كونها قتل عمد، بعد أن كان هناك بعض التوجه في البداية إلى توصيفها كونها حادث مروري أفضى إلى الموت. يعني كان في بعض التوجه إلى فصل الحدث اللي هو المشاجرة عن ما حدث بعد ذلك من عملية دهس للمواطن المصري رحمة الله عليه. بشكرك. يعني اعتقد ان يعني ده تحرك سريع الحقيقه من القطاع القنصلي في الكويت. بشكرك سيد سفير وبشكر خارجيه، وده اللي بنتوقعه الحقيقه في اداء اكثر كفاءه الحقيقه لوزاره الخارجيه دلوقتي فيما يتعلق بقضايا المصريين دي. يعني دي قضايا بتحصل وحوادث بتحصل، احنا عندنا اعداد كبيره جدا في الدول العربيه، وبالتالي ممكن ده يحصل في هذه الدوله او تلك الدوله، لكن التحرك اللي بتقوم به الخارجيه ده بيحفظ للمصري حقوقه وكرامته، واحنا بنشكرهم على هذا الامر. وانا متاكده ايضا ان السلطات الكويتيه هتتعاون بشكل كامل مع ايضا السلطات المصريه، ده شيء يعني متاكدين منه. الحقيقه ان النهارده تقدم وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات ورد 1.64 مليار جنيه في قضية صادق، تقدم بطلب للتصالح مع الدولة في قضية الحزام الأخضر، ده طبقا للقانون الجديد. وطبقا لهذا الطلب رد مبلغ 28 مليون جنيه هي قيمة المبلغ المتهم بالاستيلاء عليه مقابل وقف إجراءات المحاكمة. هل معنا طارق عبد العزيز؟ طيب لحد ما يكون معنا المحامي طارق عبد العزيز، الحقيقة دي تكون أول طلب مصالحة أو تصالح طبقا للقانون الجديد من الكبار، يعني في تصالح حصل مع ربما شخصيات أصغر شوية، لكن إبراهيم سليمان وزير أسبق وزير إسكان الأسبق ده بيكون كده هو أول طلب من الكبار من الوزراء الكبار للتصالح طبقا للقانون الجديد. جهاز الكسب غير المشروع بيعكف على دراسة الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية فيه. طيب واضح مش معانا المحامي لحد ما يكون معانا. طيب أنا مرة تانية عايزة أؤكد على رسالة الإعلام اللي كنا بنتكلم عليها، نحن نطالب بالقوانين تاني، يعني بالتأكيد في أخطاء كتيرة جدا، وهذه الأخطاء لا يمكن تصويبها إلا بمواثيق الشرف والقوانين. فأنا مش عارفة إيه اللي في كلامي ممكن يكون شكله غريب، لكن إحنا بنطالب بالقوانين وتطبق علينا نحن أولا، يعني إحنا مستعدين إن إحنا نخضع لأي قانون يتم الاتفاق عليه، أي قانون نطالب بالقوانين ومواثيق شرف واضحة تحترم خصوصيات الناس، تحترم أعراض الناس، تحترم بكل شيء، تحترم الدولة، تحترم كل الشخصيات، المهم إن احنا وتحترم المشاهد في المقام الأول طبعا. نطالب بالقوانين، نرجو إنه ده يكون رسالة واضحة جدا فيما يخص قضية الإعلام، مش عايزين نترك الأمور لضماير الناس ونترك الأمور إنه الرأي الزعلان فإحنا يكون عندنا رياكشن، لا إحنا عايزين قانون، البلد لازم تمشي بالقانون في كل القطاعات، أرجوكوا محتاجين القانون موجود في مجلس الوزراء، طلعوا القانون من مجلس الوزراء وادوه يتم إقراره في رئاسة الجمهورية. طيب نخرج فاصل، وبعد الفاصل بقى نلتقي بضيوفنا ونتكلم على المليون فدان، آراء مختلفة حول هذا المشروع.